أزمة مسلسل زلزال، المؤلف يتبرأ من العمل واتهامة للمخرج بتغيير مسار المسلسل. لا يزال مسلسل زلزال الذي يلعب فيه دور البطولة الفنان محمد رمضان يثير الكثير من الجدل والتساؤلات، خاصة بعد الكواليس التي كشف عنها الكاتب عبد الرحيم كمال مؤلف المسلسل، حيث أكد عبد الرحيم أن مسار الأحداث في المسلسل تم التلاعب فيه من خلال إضافة المزيد من الشخصيات، فضلاً عن تغيير نهاية المسلسل دون الرجوع إليه. عبد الرحيم كمال كشف كواليس الاتفاق الذي تم بين طاقم العمل بالمسلسل، حيث اقترح الفنان محمد رمضان عليه اسم المخرج إبراهيم فخر الدين الذي لم يكن يعرفه عبد الرحيم كمال، لكن محمد رمضان أخبره بأعماله السابقة فوافق على الاقتراح اعتماداً على سابق التعامل بين المخرج ومحمد رمضان، فضلاً عن تعامله مع الشركة المنتجة. مؤلف المسلسل أكد أنه منذ البداية لم يكن على توافق مع المخرج، وواجه صعوبات في طريقة التعامل والتفكير والتصوير الفني، لكنه حاول تجاوز هذه الصعوبات بعدما أبدى المخرج إبراهيم فخر الدين تقبله وموافقته على تصور عبد الرحيم كمال للمسلسل، واعداً إياه بالالتزام بكافة التفاصيل والخطوط الدرامية التي تم الاتفاق عليها. بينما كان عبد الرحيم كمال يواصل استكمال كتابة باقي حلقات المسلسل ويعقد جلسات العمل الثلاثية التي كانت تجمعه مع المخرج ومحمد رمضان، تفاجأ مع بدء التصوير بتلقي الكثير من الاتصالات من الفنانين الذين يشاركون في المسلسل يتساءلون عن بعض المشاهد إن كانت حقاً من تأليفه. هنا بدأ عبد الرحيم كمال تحري الأمر ليكتشف حدوث تغييرات كبيرة في بعض خطوط الدراما من خلال إضافة شخصيات لا يعلم عنها شيئاً ذات أسماء بذيئة، فضلاً عن التلاعب في مسار أحداث المسلسل دون إعلامه بأي ملاحظات حتى يمكن تعديلها. عند هذا الحد من التجاوز قرر عبد الرحيم كمال التواصل مع الشركة المنتجة التي وجهت بدورها تحذيراً إلى المخرج وطالبته بالالتزام بأخلاق العمل ومهنيته التي تقتضي احترام مؤلف المسلسل وعدم تجاوزه، لكن المخرج لم يرتدع وكرر التغيير في مسار الأحداث مجدداً دون الرجوع إلى المؤلف. في ذلك الوقت قرر عبد الرحيم كمال التوقف مرة أخرى عن كتابة باقي الحلقات، وطالب الشركة المنتجة أن يكتب المخرج إبراهيم فخر الدين تعهداً بعدم تكرار تدخله غير المهني في الكتابة، وبالفعل تم إلزامه بكتابة هذا التعهد. بعد كتابة التعهد انقطع التواصل بين عبد الرحيم كمال ومخرج العمل بشكل تام، وظل الأمر على هذا الحال حتى انتهى المؤلف من كتابة حلقات المسلسل بالكامل وتم تسليمها إلى الشركة المنتجة، لكنه فوجئ بمزيد من التدخلات دون الرجوع إليه حتى بعد أن تعهد المخرج كتابة بعدم تكرار هذا التصرف. عبد الرحيم كمال أوضح أنه علم مؤخراً أن التغييرات التي أدخلها المخرج على المسلسل لم تقتصر على الأحداث فقط بل طالت القيم الأساسية، حيث تم تغيير نهاية المسلسل بحيث تنتصر كل قيم الرجعية والبلطجية ومنطق الشارع مع استبدال القانون بالذراع والعنف، وليس تلك القيم الإيجابية والإنسانية الراقية التي كتبها عبد الرحيم على مدار 30 حلقة كاملة. وختاماً تبرأ عبد الرحيم كمال من هذا المسلسل مؤكداً أنه لا ينتسب إليه كتابة بأي حال من الأحوال، معلناً عن أسفه للتعامل مع المخرج إبراهيم فخر الدين لعدم التزامه بأخلاقيات وأعراف المهنة، مضيفاً أنه جاري مع النقابة اتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المخرج، فضلاً عن باقي وكافة المسارات القانونية الممكنة لإيقاف هذا الابتذال الفني.